السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. ردود أفعال جماهير ليفربول بعد إصابة محمد صلاح: عد سريعا لكي نفوز بالدوري الإنجليزي. أعربت جماهير ليفربول الإنجليزي عن الحزن الكبير بعد خروج الدولي المصري محمد صلاح مصابا من مباراة فريقهم أمام نيوكاسل. ليفربول فاز بثلاثية مقابل هدفين أمام نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج صلاح في الدقيقة 70 من المباراة بعد إصابة قوية باصطدامه مع الحارس ليسقط مغشيا عليه ويخرج على نقالة. تفاعلت جماهير ليفربول عبر تويتر مع إصابة صلاح وجاءت ردود الأفعال كذلك: صحتهم أولوية بالتأكيد، ولكن يجب أن تشعر أن موسمنا قد انتهى، كلاهما ضروري لطريقة لعبنا. يقصد بذلك محمد صلاح ونابي كيتا وفيرمينو بعد تعرض الثنائي الأخير للإصابة. الآن صلاح وكيتا وفيرمينو ثم الخروج من برشلونة يوم الثلاثاء، وربما تكون آخر مباراة في الموسم. هذه هي النهاية السيئة. وبعض التغريدات الأخرى تحدثت عن صلاح تحديدا. مشجع لمانشستر سيتي: ليس من الجيد أن نراه هكذا، نأمل في أن يعود سريعا. أتمنى أن تعود سريعا للفريق يا صلاح، الموسم بالنسبة لي انتهى. كن أفضل صلاح، نحن نحتاج إليك للفوز بالبطولة. أتمنى ألا يكون هناك شيء جد. وطمأن ديان لوبرين مدافع ليفربول جماهير الريدز والجماهير المصرية أيضا عن محترفنا المصري محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة أمام نيوكاسل. ونشر لوبرين على إنستغرام صورة تجمعه مع صلاح عقب هدفه الأخير في نيوكاسل، ليكتب: يا له من انتصار عقب مباراة صعبة للغاية. لقد أظهرنا مجددا أننا لن نستسلم أبدا وسنواصل القتال. وأضاف: أتمنى تعافي صلاح سريعا، نحن في حاجة لك يا صديقي. ورد لوفرين على سؤال أحد متابعيه على إنستغرام بخصوص هل صلاح بخير قائلا: نعم هو بخير. وتابع مازحا: صلاح فقط لا يتذكر من أنا، لا تقلقوا هو بخير، صلاح مش الوحش. ليفربول انتصر على نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين بصعوبة في لقاء الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. صلاح شارك أساسيا قبل أن يتعرض لإصابة مع الدقيقة 70. إصابة صلاح جاءت في الرأس بعدما اصطدم رأسه في فخذ مارتن حارس مرمى نيوكاسل، ولم يقدر محترفنا المصري على الحركة قبل أن يخرج باكيا على نقالة من أرض الملعب. وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي تعرض لها محمد صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا. ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستنطلق في 21 من شهر يونيو المقبل. محترفنا المصري محمد صلاح انضم إلى ليفربول قادما من روما الموسم الماضي وتلألأ بقميص الريز، وسجل صلاح هذا الموسم 26 هدفا وصنع 13 خلال مشاركته في 50 مباراة بقميص ليفربول. وظهر الدولي المصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يسير على قدميه بصورة طبيعية ولا يظهر عليه أي أثار الإصابة. وسقط صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل عند الدقيقة 70، وكان يبدو أنه مغشي عليه بعد التدخل مع الحارس دوفيركر. وظهر مو في فيديو بعد المباراة
وهو يسير على قدميه أثناء الخروج من ملعب سانت جيمس بارك ليستقل حافلة ليفربول والعودة إلى المدينة. ليفربول فاز بالمباراة بثلاثية مقابل هدفين على نيوكاسل، رغم أن ريدز كان على بعد دقيقتين من أن يفقد نقطتين في صراع الصدارة، ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الذي لديه مواجهة أمام ليستر سيتي الاثنين. وخرجت أغلفة الصحافة البريطانية ما بين الخوف والقلق على إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول بعد إصابته القوية أمام نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسقط الفرعون المصري وهداف الريزي في الدقيقة 70 على أرض الملعب بعد اصطدامه القوي مع مارتن حارس نيوكاسل داخل منطقة جزاء الأخير، وغادر محمد صلاح باكيا بعد 3 دقائق من العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الإنجليزي، واستبدله مدربه يورجن كلوب بزميله البلجيكي ديفوك أوريجي. وجاءت عناوين الصحافة البريطانية كالتالي: دي إكسبريس، أو مو لا تفعلها مرة أخرى، ليفربول يتشبث بسباق المنافسة على الدوري الإنجليزي بعد خروج محمد صلاح الإصابة. ديلي ستار، البديل أورجي ينقذ حلم كلوب للفوز بلقب الدوري، وتخوفات كبيرة من حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه بعد اصطدامه القوي مع حارس نيوكاسل. ديلي ميرور، مو صلاح فاقدا للوعي، ولكن ليفربول يستمر في المنافسة على لقب الدوري بعد الفوز على نيوكاسل. سانداي، محمد صلاح يصاب بالدوار وليفربول يواصل في طريقه للمنافسة على البريمليج. وكشف مصدر مقرب من اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي عن موقف الفرعون المصري بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيوكاسل، وكان صلاح قد غادر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز متأثرا بالإصابة في الرأس. وقال المصدر في تصريحات خاصة لبطولات: إصابة صلاح مطمئنة وأصبحت حالته جيدة وجاهز لمباراة برشلونة المقبلة، ويستعد فريق ليفربول لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الإنجلد مع كاليريز. يذكر أن ليفربول خسر ذهابا أمام برشلونة على ملعب الكامب نو بثلاثية دون رد. وأكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة الفوز الذي حققه أمام نظيره نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 37 من البريمليج، وفاز ليفربول بثلاثية مقابل هدفين في مباراة صعبة للغاية. جاء هدف ريدز الذي قادهم للفوز في الدقيقة 88 عن طريق البديل أورجي. أورجي دخل بديلا لمحمد صلاح الذي خرج مصابا وهو يبكي في الدقيقة 74 من عمر المباراة. وصرح كلوب لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: الطريقة التي لعب بها نيوكاسل كانت صعبة جدا، كان من الصعب التعامل معها، لقد كان من الصعب الدفاع مع هذه المواقف. وأضاف: ما فعله اللاعبين أمر لا يصدق، لقد كانت مباراة رائعة ولحظات رائعة، استحقينا الفوز، وكانت مباراة قوية جسديا قبل أي شيء.
كان علينا أن نقاتل، ولم أستطع ألا أكون فخورا بما قدمه الأولاد، وأكد: كنت هادئا لأنني اعتقدت أننا قادرون على الفوز. كانوا يحاولون من كل مكان بالملعب، كنا عدوانيين وحاولنا الهجوم بشتى الطرق، ولكن خروج صلاح بعد إصابته تراجعنا بعض الشيء. وواصل: قلت للاعبين أن الطريقة الوحيدة هي لعب كرة القدم التي نعرفها، ولدينا العديد من اللاعبين الرائعين، كانوا صادقين للغاية فيما فعلوا. الآن نحن في الصدارة بفضل هؤلاء، لسنا أفضل فريق في العالم، وعلينا أن نعمل بجد لذلك. ولا توجد مباريات سهلة، والآن لدينا 3 مباريات في 6 أيام، حقا هذا صعب للغاية. واختتم: لم أرى شخص في الفريق يشعر بالتوتر، لقد جربنا ذلك مع الجميع، الكل هادئ ويعرف أنه يمكنه التعامل مع مثل هذا الضغط. نتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح بإذن الله.